تحت شعار أسرتي أكبر ثروتي تتواصل في دبي هيلز مول فعاليات ملتقى الوقاية من المخدرات الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي. ويهدف الملتقى عبر الورش والجلسات الحوارية التي ينظمها مع مختلف فئات المجتمع وخاصة الأسر إلى تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية منها والدور المحوري الذي تلعبه الأسرة في حماية أبنائها من هذه الآفات. سعيدة اليوم بمشاركتي هالمحتوى وفي هالبرنامج اللي سووه، وأحب أوجه شكري لكل المسؤولين عن هالبرنامج، شكر لهم جزيل وتاج عروسه. أنا أوجه رسالة حق كل أم وحق كل بنت، وحتى اليدات لا ينسون الرسالة إذا سمعوها مني، يديرون بالهم على عيالهم، يربون عيالهم تربية صحيحة، ينشئونهم نشأة صحيحة، يحافظوا عليهم من كل شيء. تكون الأم هي المحتوى لعيالها عشان يطلعوا عقل سليم، وتحميهم من مخطر هالدنيا ومن مشاكلها، يطلعون عيال سليمين، عقلهم سليم، دراستهم سليمة، ولهم مستقبل إن شاء الله زاهر، ونفتخر بهم نحن حقاهم. والله يديم دولتنا عز ومعزة.